إذا مشاهدينا كيف ما تابعتوا اليوم تم اختيار توتال رجل المباراة حارس مرمى الرجاء الرياضي أنس زنيتي اليوم سي سعد. فبالنسبة للحارس أنس زنيتي تيبقى من الحراس الكبار ومن يعني الحراس اللي تيبصموا على موسم جيد لا مع فريق الرجاء البيضاء ولا مع فريق مع المنتخب الوطني المحلي. شفنا اليوم كان مركز شفنا تصدى اللي قلت لك جوج يعني محاولات اللي كانت حقيقيه تسجيل صدى لهم أنس زنيتي. وكيف كنعرفوا يعني الحارس المرمى فهو كيف تنقولوا يعني ديك 50% ديال المنتخب فهو حارس المرمى. فهنيئا لأنس زنيتي بهذا التتويج. يمكن نقولوا حتى الشخصيه القويه ديالو كتلعب دور يعني في تواصله مع المدافعين. بالطبع فكتشوفوا يعني أنس زنيتي عنده يعني واحد الشخصيه قويه. شفنا كيف كيتواصل مع اللي قراب ليه اولا المدافعين وكيفاش يعني كيحفز اللاعبين كيفاش كيتواصل معهم. فأنا زنيتي تبقى من الحراس الكبار.